معايا كابتن محمد فاروق نجم الاهلي السابق. مساء الخير يا كابتن ومبروك. مساء الخير يا استاذ لميس، طبعا تحياتي لحضرتك، تحياتي لاساتذتنا الكبار في حسن الزكاوي طبعا، استاذ حسين طبعا، اساتذتنا الكبار في الكوره طبعا. انا سامع حديث شيق يعني ما شاء الله. حسن الزكاوي طبعا يعني حلل الماتش. شفت الماتش ازاي يا كابتن؟ طبعا يعني طبعا مبروك طبعا للنادي الاهلي وجماهيره، اكيد طبعا فرحه كبيره للجماهير، يعني طبعا النادي الاهلي فرق يعني زود الفرق ب7 نقاط، وبالتالي الامور بقت الى حد ما يعني مستقره للنادي الاهلي، سواء نفسيا سواء فنيا. يعني كابتن عبد العزيز الشافي اعتقد ان هو النهارده عمل مباراه رائعه تكتيكيا بشكل كبير، ضغط بشكل كبير على فريق الزمالك بشكل يعني زي ما بنقول فيه عقلانيه. يعني لما نيجي نبص نلاقي الزمالك الناحيه الثانيه كان بيضغط، ولكن الضغط ما كانش بالشكل المناسب، فبالتالي كان مجرد لما النادي الاهلي بيبتدي ينقل خلاص الضغط بتاع نادي الزمالك ما بيبقاش بالشكل المناسب، فخلاص بيبقى العقد بينفرد زي ما بنقول، وكان بيخترق بمنتهى السهوله في بعض الاوقات. لكن طبعا الشكل التكتيكي اللي لعبته كابتن عزام شافي من ناحيه الدفاع والهجوم، وزي ما كان تفضل كابتن حسن تكاوي جزئيه عمر جابر ان هو من اخطر اللاعبين، وفعلا تم توقيفه بشكل كبير، وده يعني كان نقاط قوه النادي الاهلي ان هو يوقف لعيب زي ده، وفي نفس الوقت بيستخدم الهجمه المرتده. دي ما شفنا 3 كرات من 2 لايفونا والاخيره لعمر جمال، هم اللي خلصوا المباراه بشكل كبير. بالتالي طبعا يعني طبعا النادي الاهلي يستحق النهارده الفوز والفرحه طبعا، وجمهوره طبعا اللي كان بيأزره بشكل كبير. يعني بشكرك كابتن فاروق.